مكة أدرى بشعبها. مثل وحكمة ممكن تلخص كل المشاكل اللي احنا بنعيشها في حياتنا الأيام دي. علشان كده قررنا النهاردة في فقرتنا التانية نستضيف اتنين، بس مش أي اتنين، متخصصين وعلى علم ودراية كبيرة جدا بكل حاجة وكل كبيرة وصغيرة في موضوع بيروق الأسر المصرية، وهو موضوع التعليم، خاصة بعد الجدل السائر مؤخرا حول مقترح وزير التربية والتعليم دكتور رضا حجازي أمام البرلمان مؤخرا بتقنين الأوضاع للدروس الخصوصية. ضيفنا الأولاني وهو الأستاذ نادر أحمد، وهو من أبناء محافظة الشرقية ومعلم وله رؤية هنسمعها. ومعانا ضيفنا الثاني الدكتور علاء الجندي، خبير المناهج وطرق التدريس. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا دكتور اشرف. بدايه كده عايزين نعرف طبعا المشاهد مين هو الاستاذ احمد، مين هو الاستاذ نادر احمد؟ انا نادر احمد، مدرس بمدرسه البرهمانيه الرسميه للغات. اتعينت مدرس سنه 2000، والحمد لله دربت اصغر 3 اطفال على مستوى العالم، خدوا شهاده ICDL، فاخدت لقب مدرب عبقرة العالم، وكنت مسؤول ضمان جودة التعليم، وسافرت بره، كنت المدير التنفيذي لمبادرة تطوير التعليم في الوطن العربي، والآن أنا مدير المدرسة الإلكترونية ومسؤول الأول على البرنامج الرياضة الذهنية العالمي من تايلاند سمارت برين، والمسؤول الأول على الإدارة العالمية من سنغافورة كلاس بوينت. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. طيب احنا هناخد سريعا كده بعد إذن طبعا الدكتور، عايز اعرف راي حضرتك في قرار السيد الوزير بتقنين الدروس الخصوصيه. والله هي مشكله الدروس الخصوصيه وكل العالم اتكلم عنها، في مشكله اكبر من كده، يعني مشكله التعليم عامه هي مجموعه مشاكل، دي مشكله واحده من بس احنا المشاكل. عايزين ناخد الاول بس يعني المقترح، عشان بس يعني هو انا عارف ان الحلقه احنا محتاجين عشرات الحلقات في موضوع التربيه والتعليم والدروس الخصوصيه والمناهج، ولكن خلينا بس ناخد الاول بس النقطه الاولانيه، قرار السيد الوزير ومقترحه اللي هو يعرضه على البرلمان، حضرتك شايفه ازاي؟ شايفه لصالح الطالب؟ شايفه لصالح ولي الامر؟ شايفه لصالح المدرس؟ هو كل واحد من اللي حضرتك قلتهم ليه وجهه نظره، وكل واحد وجهه نظره تحترم ويعترف بيها. اولا الوزير هو عايز يقنن الموضوع ده من خلال ان هو يتحكم فيهم ويتحكم في السعر بتاع الدروس الخصوصيه، هو شايفها من الرؤيه دي، يخش المنتجع ده ويشوف هو شغال ازاي ويشوف السعر. بالنسبه للطالب، الطالب شايف ان ده البديل الوحيد للمدرسه. بالنسبه للمدرسين شايفين ان اهمال المدرسه اهمال ليهم واهمال لكل اوضاعهم، فده أثر على الكل، فكل واحد ليه وجهة نظره، لكن الرؤية العامة ده بديل تماما على المدرسة وهيكون تأثير سلبي كبير جدا على المدرسة. يعني حضرتك شايف ان المشروع المقدم للبرلمان دوت هيبقى ده تقريبا التعليم الموازي اللي بقالنا سنين بنحارب فيه مثلا؟ هو ما ينفعش مصر يكون ده التعليم الموازي ليها، يكون مراكز دروس خصوصية أو زي ما كانوا أطلقوا عليها أو كار الدروس الخصوصية تكون هي دي التعليم الموازي لمصر. أنا التعليم الموازي بالنسبة لللفظ اللي حضرتك قلته، أنا في مبادرة تطوير التعليم كان التعليم الموازي اللي احنا اقترحناه، كنا 21 مستشار من جميع الدول العربية، إن التعليم الموازي ده عبارة عن شهادات عالمية بيحصل عليها الطالب بينافس بها العالم، مثال التويفل والايلتس في الشهاده اللغه الانجليزيه، الاي سي ديل بالنسبه للحاسب الالي، الديلف في الفرنسي، الشهادات العالميه، ده التعليم الموازي اللي العالم كله بيدور عليه، تعليم تكنولوجي، تعليم لغوي، العالم عايز كده، لكن التعليم الموازي يكون مصر اللي كانت بتقود العالم يعني كله. يعني حضرتك بترفض طبعا تماما.